شركه سودر هاب هي شركه سويديه بتركز على ان احنا نبني تكنيكال هابس موجوده هنا في مصر في اسكندريه والقاهره، ونبدا نبني جسر ما بين التالنت الناس الموهوبه هنا في الديفلوبمنت في مصر، ونبني الجسر ده ما بينهم وما بين الشركات السويديه. الشركات السويديه عندها مشكله في ان هي تلاقي مبرمجين كويسين، وكمان عندها مشكله في التنوع. احنا في السويد مؤمنين ان مش كل الناس المفروض تبقى شبه بعض، الاختلاف كويس والاختلاف جميل، ومصر فيها تنوع وفيها اختلاف. بنلاقي هنا في الخريجين من الجامعات المصريه ولاد بنات، النسب يمكن افضل من دول اوروبيه كتير. كمان شايفين البرامج اللي وزاره الاتصالات بالتعاون مع جهات حكوميه وغير حكوميه، وكمان البرامج اللي الهيئه ايتيدا بتعملها زي الاي تي اي وغيرهم، شايفين باستمرار كل سنه يمكن اكتر من 50,000 خريج في مصر، عدد خيالي بالنسبه لدول كتير، بيشتغلوا في التك، بيشتغلوا في التكنولوجيا. فببساطه اللي احنا بنحاول نعمله ان نبني هاب هنا في مصر، نجيب فيه التالنت ده، ونبدا بالتعاون مع الشركات السعوديه نوظف التالنت ده هناك. مبسوط جدا بوجودي هنا في المؤتمر النهارده. المؤتمر بالنسبه لي بيمثل مرحله بدايه، احنا الافتتاح بتاعنا في السفاره السعوديه خلال 3 ايام، وكنت سعيد جدا بالدعوه اني اجي واتكلم هنا في المؤتمر النهارده، وتكون دي واحده من اول خطواتنا الرسميه ان احنا نبقى جزء من السوق المصري. مبسوط جدا من الحضور والناس اللي اتكلمت معاها لحد دلوقتي، فرص جميله جدا، وانا يعني انا متطلع للكلمه اللي هاديها وللناس اللي معايا في الندوه. مبسوط جدا، المؤتمر على مستوى عالي، واتمنى كمان اشوفه السنه الجايه واللي بعدها. شكرا جدا.